متابعين عندي كتير في القناة بيسألوني انت ازاي حصلت على 55,000 مشترك في شهر واحد بس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد على قناة محترف النت. بيجيلي اسئلة كتير جدا، انت ازاي حصلت على 55,000 مشترك في شهر واحد بس؟ طبعا عدد سبسكرايب كتير جدا، يعني انك تحصل على 55,000 مشترك في شهر واحد فده حاجة كويسة جدا. والنهاردة طبعا هنعرف ازاي انت تقدر تستهدف اكبر قدر من المشتركين في اقل وقت ممكن. وطبعا في الفيديو بتاع النهاردة هو فيديو طويل شوية، ولكن هنعرفك كل حاجة عن المشتركين والمشاهدات وكل ده ازاي بيجي وازاي تحصل على اكبر قدر من المشتركين. وفي اخر الفيديو برضو هنعرف طريقة كويسة جدا انك تقدر تتصدر بيها نتائج البحث وتقدر بيها انك تحصل على مشاهدات كتيرة جدا جدا، وبالتالي هتحصل على مشتركين كتيرة جدا جدا. اول حاجة انت عشان تحصل على اكبر قدر من المشتركين، اول حاجة ان المفروض انك بتصنع محتوى خاص بيك، تمام؟ يعني ازاي؟ مثلا في ناس برضو بتاخد فيديوهات مش بتاعتها مثلا وبتنشرها في القناة. في ناس لما بتاخد فيديوهات من دي مثلا، فيديوهات من بره، وتيجي تنشرها على القناة بتاعتها فبتحصل على مشاهدات، وفي ناس ما بتحصلش. ولكن في الاول وفي الاخر خلينا اول حاجة نبقى متفقين على كذا حاجة. بالنسبة لموضوع تبادل الاشتراكات، انت مش هتستفاد منه حاجة نهائيا، وهو موضوع فاشل جدا، مش هتحصل على اي حاجة من تبادل الاشتراكات ومش هتستفاد حاجة، تمام؟ اولا غير كده، حتى تبادل الاشتراكات المشترك اللي بيشترك عندك هو اساسا مش عايز منك حاجة، يعني هو هيشترك عندك وتتبادل اشتراك انت وهو، هو اساسا ولا هيشترك معه ولا هيتفرج على فيديوهاتك ولا اي حاجة اساسا، فمش هيبقى ليه اي لازمة في القناة. ففي برضو ساعات ناس بيبقوا عايزين برضو الالف مشترك عشان بس يبقى تخطوا شرط من الشروط. طب ما في حاجة دلوقتي، انت عشان مثلا ده بالنسبة لتحقيق الربح، عشان برضو تحقق شروط اليوتيوب لازم برضو يكون المحتوى ده بتاعك انت. فاحنا النهاردة طبعا هنعرف اولا ازاي تحصل على كمية مشتركين كويسة جدا في اقل وقت ممكن، تمام؟ بس اول حاجة لازم برضو اتكلم على كم حاجة كده بس عشان نكون متفقين عليها. دلوقتي بالنسبة لموضوع تبادل الاشتراكات، انت مش هتستفاد منه حاجة، دي طبعا عرفنا ليه، تمام؟ غير كده انت لما بتيجي تقدم تحقيق الربح لدى اليوتيوب، بيجي يخش هيقولك ان انت حصلت برضو على الفيديوهات اللي عندك مش بتاعتك، فبالتالي هيتم رفض قناتك. حتى لو عملت فيها، مهما تعمل فيها مونتاج، اليوتيوب عنده استراتيجيات قوية جدا وبيقدر يكشف كل الفيديوهات اللي متاخدة من بره، حتى لو الفيديو ده مش منشور على اليوتيوب اساسا ومنشور على الفيسبوك. فانت بالتالي كده لازم ان انت يكون عندك محتوى خاص بيك وانت اللي بتقدمه، تمام؟ في ناس طبعا عندها محتوى خاص بيها وبتقدمه محتوى كويس جدا، ولكن ما بيحصلوش على مشاهدات او ما بيحصلوش على مشتركين. وطبعا هنعرف في الفيديو بتاع النهاردة انت ازاي تحصل على مشتركين كويسين جدا. اول حاجة بالنسبة، انت دلوقتي خلاص بتعمل محتوى خاص بيك وبتاعك انت ومحتوى حصري انت اللي بتقدمه، تمام؟ ازاي بقى هحصل على مشتركين؟ اول حاجة المحتوى اللي انت بتقدمه ده لازم برضو المحتوى ده يكون برضو محتوى قيم، يعني بتقدم فيه معلومات قيمة، مش اي حاجة بتطلع تقولها في الفيديوهات وخلاص. يعني انا مثلا بتفرج على الفيديو بتاعك ده، بس لما بتفرج عليه بتفرج بهدف ان انا عايز حاجة معينة في الفيديو، عايز اعرف المعلومات اللي انت هتدهاني في الفيديو او الحاجة اللي انا عايز اتفرج عليها، وبالتالي لازم دي تكون متوفرة عندك في الفيديو بتاعك. غير كده برضو ما تنشرش اي فيديو مخالف لدى اليوتيوب ومخالف برضو لارشادات المنتدى او لحقوق الطبع والنشر، عشان ما يجيلكش اي مشاكل على الفيديو بتاعك. غير كده اولا ان انت برضو كل ما هتحصل على مشاهدات والناس اللي بتخش عندك في الفيديوهات بتاعتك بتلاقي ان الفيديو بتاعك كويس، تمام؟ بتبدأ ان هي تديك لايك او بتديك ديسلايك لو ما عجبهمش المحتوى بتاعك. فانت بالتالي اليوتيوب بتفهم دلوقتي لما يلاقوا الفيديو ده حصل على
لايكات كتير، تمام، وبيحصل على تعليقات ايجابية، وبرضو الفيديو ده بيحصل على نسبة مشاهدة كبيرة. يعني مثلا اللي بيخش في الفيديو بيشوفه مثلا بيشوف نسبة كبيرة من الفيديو، فبالتالي اليوتيوب هتبدأ ان هي تقترح الفيديو بتاعك. ولكن في طرق طبعا اخرى كتير لازم اولا تكون متوفرة في الفيديو بتاعك عشان تقدر ان انت تحصل على مشاهدات. اول حاجة وهي برضو الكلمات الدلالية، لازم تستخدم كلمات الدلالية او الكيورد بتاعتك تكون ده كلمات عليها كمية بحث كويسة. يعني مثلا برضو انت ممكن عندك في الكلمات الدلالية، ودي برضو هنعرفها في اخر الفيديو وحوريكم ازاي تحصل على افضل كلمات دلالية واكثرهم انتشارا واكثرهم بحثا على اليوتيوب. اولا دلوقتي انت مثلا عندك الفيديو بتاعك، خلاص الفيديو تمام بتاعك حصري وبتقدم فيه معلومة كويسة والفيديو بتاعك قايم، تمام. طب انا برضو ما بحصلش على مشاهدات، تمام. اول حاجة ان لازم الكيورد برضو بتاعتك تكون فيها تكون يعني كيورد عالية وتكون برضو عليها كمية بحث كويسة. يعني مثلا انا برضو هنوريكم مثال عملي، تعال نروح على جهاز الكمبيوتر. احنا دلوقتي على جهاز الكمبيوتر، وعلى فكرة يا جماعة الكمبيوتر زي الموبايل، هي الطريقة واحدة. انا بوريكم مثال بسيط بس على الفيديوهات. مثلا انا دلوقتي دخلت عندي، مثلا هنخش برضو على القناة بتاعتي مثلا على اليوتيوب، جيت مثلا انا مثلا هعمل فيديو مثلا عن الربح من اليوتيوب. مثلا نفتح مثلا افتح مثلا طبعا اهو انا ايه فتحت اليوتيوب عادي جدا من متصفح، اي متصفح فتحت اليوتيوب عادي جدا، او من تطبيق اليوتيوب اللي موجود على الموبايل عادي جدا، تمام. زي ما انتم شايفين طبعا، بعتذر لان الانترنت ضعيف شوية. بعد ما دخلنا زي ما انتم شايفين، انا مثلا هعمل فيديو مثلا عن الربح من اليوتيوب او الربح من الانترنت عامة. باجي مثلا هنا في المكان ده بكتب مثلا الربح، تمام، هكتب مثلا الربح من اليوتيوب، تمام. بيبدأ برضو ان هو يجيب لي الفيديوهات برضو المتصدرة في اليوتيوب. طب انا مثلا عايز لما افتح الفيديو ده مثلا، وليكن مثلا الفيديو ده انا عايز مثلا لما افتح الفيديو ده يقترح الفيديو بتاعي معاه برضو تحته في الفيديو، يكون مثلا يقترح الفيديو بتاعي موجود هنا، يقترحه في المكان ده. فبالتالي عشان تخلي فيديوهاتك يتم اقتراحها، لازم برضو يكون العنوان بتاعك مشابه للعنوان ده، ولكن ما تاخدش العنوان هو هو. طب مثلا هو هنا مثلا كاتب الربح من اليوتيوب، كم عدد المشاهدات اللازمة لنكسب مثلا. انا مثلا هكتب ايه الربح من اليوتيوب، ومثلا اكمل اي كلمة تاني، فبرضو العنوان شبهه. مثلا الديسكريبشن عنده ممكن برضو اخد منه بعض الكلمات واحطها عندي، ولكن ما اخدش الديسكريبشن هو هو، تمام. برضو في حاجة تانية، انا مثلا هنا كتبت الربح من اليوتيوب، مثلا ظهر لي مثلا كلمة الربح من اليوتيوب بدون عمل فيديوهات، برضو اخد الكلمة دي واحطها من ضمن الكيورد عندي في القناة او الكلمات المفتاحية. مثلا ظهر لي مثلا كلمة تانية، اخد بقى الكلمات الاكثر استخداما يعني اللي موجودة هنا بستخدمها واحطها عندي. يعني انتوا شايفين كل الفيديو كل دي كلمات مفتاحية باخدها واحطها عندي في الفيديو، وبكده برضو هيكون نسبة النقر عليها عالية، وبالتالي برضو نسبة البحث عليها هتكون عالية. غير كده طبعا لازم يكون الفيديو بتاعك اساسا يعني بتقدم فيديو عن حاجة عليها بحث اساسا. يعني ما جيش مثلا اعمل فيديو مثلا عن حاجة هي اساسا البحث عليها قليل جدا، او البحث عليها ضعيف جدا، فبالتالي برضو هيجيب مشاهدات قليلة جدا. فبرضو الحاجة اللي تكون بتتكلم عليها برضو بتحصل على نسبة مشاهدة عالية، تمام. طب انا عايز ازاي بقى ان انا احصل على كيورد قوية جدا، تمام. عندنا مثلا وليكن في برنامج، او قصدي في متصفح اللي هو اعلانات جوجل. الموقع اعلانات جوجل ده تقدر ان انت تسجل فيه، وبعد ما بتسجل فيه هنيجي زي ما انت شايفين كلمة الادوات والاعدادات. بعد ما بنضغط عليها بنضغط على كلمة اداة التخطيط الكلمات الرئيسية. بعد ما بنضغط عليها الكلمة دي بنيجي طبعا زي ما انت شايفين كده، بعد ما تفتح معايا
بعتذر طبعا لان الانترنت ضعيف شوية، ولكن الطريقة دي كويسة جدا ان هي تجيب لك اكتر كلمات عليها كمية بحث، وهي طريقة كويسة جدا ومجربة. تمام. وطبعا زي ما انت شايفين كده فتحت معايا، هنضغط على كلمة استكشاف كلمات رئيسية جديدة. بعد ما بنضغط عليها بنيجي مثلا، انا مثلا وليكن هعمل فيديو مثلا عن الربح من الانترنت، باجي مثلا في الخانة اللي موجودة هنا مثلا هكتب مثلا الحاجات المتعلقة بالفيديو بتاعي، مثلا هكتب كلمة الربح، وهكتب مثلا كلمة الربح مثلا من الانترنت، وهكتب مثلا كلمة الربح من اليوتيوب، ومهم ان انا اكتب كلمات بحيث ان الكلمات دي تعبر عن الفيديو بتاعي او اديهم فكرة انا هعمل فيديو عن ايه. وبعد كده بضغط على الحصول على نتائج. تمام. بعد ما بضغط على الحصول على نتائج بيبدأ يجيب لي كلمات مفتاحية. طب انا طبعا انا اول حاجة هتعملها مثلا عندك فوق الموقع الجغرافي هتضغط عليه، انا مثلا عايز استهدف مين. انا مثلا حليكن هتروح عندك في القناة وتشوف اكتر دول او اكتر 5 دول عندك بيشاهدوا فيديوهاتك، وليكن مثلا انا عندي هيكون مثلا مصر، وهيكون مثلا الجزائر، تمام، وهتكون مثلا السعودية، وبرضو مثلا هيكون المغرب، ومثلا العراق مثلا، هم دول اكتر دول بيجي لي منهم مشاهدات. وبكتب حفظ. بعد كده برضو اللغة، لو انت حاجة اللي بتبحث عنها دي باللغة العربية، انا بالنسبة لي المحتوى بتاعي باللغة العربية فحسيب اللغة العربية. باجي عند شبكة البحث بضغط عليها وبختار جوجل وشركاء البحث، وبعد ما بضغط عليها باجي برضو هنا وبختار انا عايز مثلا الاحصائيات دي تجي لي مثلا ان هم اخر ايه شهر. تمام. بيبدأ يجيب لك الكلمات اللي هي بيبقى عليها كمية بحث كويسة جدا في اخر شهر. يعني مثلا بيقول لك ان كلمة الربح عليها من 10,000 ل100,000 بحث في الشهر الواحد، فطبعا دي كويسة جدا. عندك من اول 1,000 دي كويسة جدا، وعندك طبعا كلمة الربح من الانترنت بتحصل من 100,000 لمليون في الشهر، فدي كل الكلمات اللي بتجيب لي برضو يكون المنافسة عليها ضعيفة. كل الكلمات دي اخدها احطها في الكيورد عندي في القناة، والكلمات دي طبعا هيكون عليها نسبة بحث عالية، فبالتالي انا هحصل برضو على نسبة مشاهدات عالية جدا، وهيكون برضو كل ما احصل على نسبة مشاهدات عالية هيكون برضو الناس اعجبهم المحتوى اللي انت بتقدمه، وبرضو هيشتركوا في القناة. وهي دي اساسا الطريقة اللي انت بتحصل بيها على مشتركين كتيرة، ان الناس عجبهم المحتوى بتاعك فبالتالي بيشتركوا عندك في القناة. انت مثلا قدمت لهم معلومة، المعلومة دي طلعت صح وكويسة وزي الفل وحلوة جدا، فبالتالي هيشترك عندك مفيش اي مشكلة. ولكن هي مشكلتك انك ما بتحصلش على مشاهدات. فانا النهاردة في الفيديو وريتك ازاي انك تحصل على مشاهدات كويسة جدا، زي ما احنا طبعا شفنا في الفيديو بتاعنا. طبعا اتمنى لو انت بتهتم جدا من النوع ده من الفيديوهات ياريت تشترك عندي في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة احنا بنقدمها. شكرا لكم، استنونا الفيديو الجاي.